اليوم طبعا بتوجه لولاية صحار، بكون موجود من اليوم لبكره باذن الله تعالى، عندي شغل في ولاية صحار وبكره ان شاء الله راجع الى مسقط. يا هلا صحار، اليوم عندكم حتى الحين اللي بيشاركوا معاي في مسابقه العيد 10 رعاة وصلوا. الرعاة يعني الشباب اللي بيوثقوا سناباتهم بيرفعوا اعداد المشتركين، شباب اللي بيزيدوا اعداد متابعينهم. مسابقه قويه تنطلق ثاني يوم العيد المساء، يعني ثاني يوم العيد راح تكون في مسابقة قوية 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 على سيارة. ايش هي السيارة؟ صالون فور ويل فخمة صغيرة، لا ابشركم سيارة فخمة والكترونيات وعطورات قيمة وعطورات امواج وعيدية. مسابقة قوية ثاني يوم العيد، اللي بيشترك في المسابقة كراعي هذا رقم التليفون بحط لكم اياه، وبنشوف من بيفوز ايضا بالسياره هذه والسياره ثاني يوم العيد. سؤال وباجابته. تفضل. بغيت مصر هين تدلني. ها شوف وين ابي وابوي. ما انا مصر كشخه العيد كلها داخل مره. ومن موجود؟ من؟ ها آه. ابو حمد. ايه حبيبي ادور عليه. اقول لك انا جاي من مسقط الين صحار عشان هذه دار البشوت الملكية. يا سلام. قول زيدني. زيدني احبابي. دكتور كيف حالك؟ شو اخبارك؟ هذه القعدة كان ودنا نيجي ونشوفها واليوم شفناها على الطبيعة. الله يحفظك يعطيك الصحة والعافية. احنا في دار البشوت وما في احلى من ذي القعدة. هذه القعدة هذا ما قاعدين في ملكه. هذا اللي قاعدين يدورون مصارة. كل عام وانتم بخير جميعا. واللي بيدفع وصل هناك ورا. حي الله ابو عمار. هذاك اللي بيدفع، هذاك اللي بيدفع الغوازي. ها؟ شفت كيف؟ يوم قلت بيدفع قمت. حياك والله حياك. انا اقول لك حياك دكتور. ما شاء الله مصاره طيبه. الله يحفظك يا رب، الله يحفظك. عمار. يا الله. نبدا اختار، كم خيل عندنا؟ مره؟ كم خيل عندنا؟ مفتوح لي؟ كم محمد عندنا؟ انا يوم بحصل اثنين يوم بذين. انا بخير. الله يسعدك. ايش داخل المخبا؟ حلالك. ما شاء الله تبارك الرحمن. يوم دخلت هالميلس ها ميلس اخونا عمار بيت عامر ان شاء الله شد انتباهي هالصور الجميله هذه في اللي تتوسط صدر الميلس. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله يغفر لي على يمينك ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله. الله يحفظك ومشكور على الدعوه وعلى العزيمة وسامحنا ما يجينا يوم الخميس. عزيز. الله يحفظك. عزيز. شاعرنا مرحب. ايش قال؟ قال نورت دارك يا ابو حمد. ها ها. بين الذي بعد برجع لك. لا ليش؟ ناسينا؟ لا جديد فريش. سمعني. ترتيب 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 ترتيب. قال الرشدي. مايل منوخه وين معيد جيت ويا مرحبا باللي حضر مليون مليون يفرح طفل ويسعدها للبيت وبعده يلبي لهم كل ما يبغون يبغون. هذه صفات الكارم كانك بغيت. هذا هم الثواب اللي عنها اللوادم يبحثون الفعل سابق وعنه ما قريت. نعم هذا ابو حمد وتفديه لعيب. بيض الله وجهك. صح لسانك صح لسانك. بعد اقول لك احنا ما ورانا كلام بعد هذا الريال هذا. حي الشيخ. الله يسعدك يا رب. هذا معنا من قبل معنا والله الحين جاي. حياك الله شيخ. تحية خاصة لسيدي صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد. الله يعطيك الصحة والعافية أبو خالد. قالوا الشباب يسلم عليك سلاما كثير. وهذا من عنده. محمد من عنده. وهذه الهدية من سيدي صاحب السمو. صوغة العيد وصلتني من صاحب السمو السيد محمد بن سالم. أباكم تدخلوا عليه صاحب السمو الحين هذا سنابه زين. دخلوا عليه وقولوا له ما تقصر بيض الله وجهك. هذا سناب صاحب السمو ويستاهل المتابعة. تاج على الرأس. أي والله. الله يطول بعمرك ويطول بعمر مولانا السلطان يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله ما شاء الله. إيش الغنايم اللي جاي؟ إيش الغنايم؟ من ريحة مولانا الله يرحمه ويغفر له. جزاك الله يا الله يا الله يا الله. بيض الله وجهك. وجهك أبيض. الله يسعدكم. إيش بتسوي هني؟ يلا جزاك الله خير. يلا نور طالع مخلط النور يا على ايامك كلها نور في النور يا رب. لا لا بابا لا لا شوش لا 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 شوش يلا يا الريحه.
يلا ايش سويت بي هين بعقه ذي كل الحين هني ضبط امورك ها ضبط امورك شوف ايش سوابي جن حناني 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 الوالد محمد بن علي البلوشي الله يرحمه ويغفر له والد اخونا عمار في هذه الايام المباركه والريال قاعد في مسجد يدعو الله والان هو بين رحمه الله فنسال الله ان في هذه الايام المباركه يا جماعه قولوا الله يرحمه ويغفر له ادعوا له بالرحمه والمغفره هذا عارف صاحب مطعم الخاطر عرفتوه اخو عمار الله يرحمه ويغفر له نسال الله ان يغفر له ويرحمه ويجعل